دفاعاً عن حق العودة ورفضاً لكل المؤامرات التي تحاك ضد اللاجئين الفلسطينيين، انطلقت مسيرة وسط الخليل من دوار ابن رشد باتجاه مقر وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الأونروا. لا إسكان ولا تنظيم، عن العودة ما بديل، عن العودة ما بديل. لا تنازل عن حق العودة ولا للتعويض ولا للوطن البديل، ولا تنازل عن حق العودة إلا بالعودة. ونؤكد في رسالتنا اليوم بأننا محافظين على هذه الوكالة التي شكلت بقرار أممي، ولا يحق لأمريكا التفرد بالقرار العنصري العنجهي ضد أبناء اللاجئين والمخيمات. فنحن مستمرون ومتمسكون بوكالة الغوث للاجئين لأنها الشاهد الوحيد على حقوق اللاجئين منذ 48. جاءت هذه المسيرة رفضا لتقليصات الأونروا لخدماتها التي تقدم للاجئين الفلسطينيين، واحتجاجا على وقف التمويل الأمريكي للوكالة. الرسالة موجهة للأمم المتحدة لتقوم بدورها في تثبيت حقوق اللاجئين الفلسطينيين، لأن حقوق اللاجئين هو حق شرعي وحق مضمون وحق فردي، لا يمكن لأي جهة كانت إسقاط هذا الحق. عودة اللاجئين، كل لاجئ يجب أن يعود إلى بيته ولا أرضه ولا مدينته. قضية الحق العودة هي جوهر القضية الفلسطينية، وهي تخص وتهم كل الشعب الفلسطيني، كون قضيته بدأت من قضية اللجوء. والمشروع الأساسي لمنظمة التحرير أصلا هو العودة وتقرير المصير. صحيح أن اللاجئين الفلسطينيين هم متضررين على مستويين، مستوى أنهم فلسطينيون، المستوى الآخر أنهم لاجئون فقدوا أملاكهم ومواطنهم. لكن هي قضية الشعب الفلسطيني ككل، هي تأكيد على روايته أمام الرواية الصهيونية. شارك في المسيرة مئات الفلسطينيين ورفعوا شعار حق العودة مقدس، وأكدوا تمسكهم بالثوابت الوطنية على رأسها القدس والعودة، ونشدوا أصحاب الضمائر الحية للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة. لفضائية الحقيقة الدولية، وعد الكار، الخليل، فلسطين المحتلة.